المعاملات والأجندات المالية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ما زالت تحت الأضواء، تحقيقات وتهم متتالية تنصب على إمبراطوريته المالية انتقلت من صفتها المدنية إلى الجنائية. المدعية العامة في ولاية نيويورك أعلنت أن منظمة ترامب المملوكة لعائلة الرئيس الأمريكي السابق ترامب لم تعد تخضع للتحقيقات المدنية فقط، وإنما أصبحت مستهدفة أيضاً بتحقيقات في مسائل جنائية، جنباً إلى جنب مع تحقيقات المدعي العام في منهاتن الذي يحقق في تعاملات تجارية سابقة لترامب. وتركز التحقيقات على الادعاءات التي أدلى بها المحامي الشخصي السابق لدونالد ترامب مايكل كوهن، وأورد فيها أن منظمة ترامب تلاعبت بالقيمة المعلنة للأصول العقارية من أجل خفض مسؤوليتها الضريبية والحصول على شروط أكثر ملائمة للقروض والتأمين. كما تسعى التحقيقات التي بدأت في عام 2018 الكشف عن ادعاءات بدفع شركات ترامب أموالاً في حملة الانتخابات الرئاسية 2016 من أجل شراء صمت نساء تحدثن عن إقامة علاقات مع ترامب. ومن النقاط الرئيسية التي تركز عليها التحقيقات أيضاً قضية سيفن سبرينغز ستيت، وهي عقار تابع لترامب على مساحة 212 فداناً في مقاطعة ويستشستر خارج مدينة نيويورك. كان المحققون يحاولون تحديد ما إذا كانت شركة ترامب قد أعطت تقييماً دقيقاً للعقار الذي استفادت منه بتخفيضات ضريبية بلغت أكثر من 21 مليون دولار، إلى جانب مجموعة أخرى من العقارات التابعة للرئيس السابق. وبعد معركة قضائية طويلة حصل المدعي العام في منهاتن على بيانات حول دخل دونالد ترامب وإمبراطوريته في السنوات الثمان الأخيرة، ورغم التحقيقات والملاحقات القضائية إلا أن ترامب الذي غادر البيت الأبيض في يناير الماضي نفى أي تجاوزات، ووصف هذه التحقيقات بأنها استمرار لأكبر حملة اضطهاد سياسي في تاريخ الولايات المتحدة.